إن شاء الله راح نتكلم عن بعض المسببات القرحة، وأشهر مسببات هذا الخلل هو وجود بكتيريا الهيلوباكتر بايلوري، ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى القرحة المعدة استخدام المستمر والمطول للأدوية المضادات الحيوية، وأيضا مضادات الالتهابات الغير استرويدية مثل البروفين والإسبرين وغيرها من الأمراض من العلاجات، وأيضا شرب الكحوليات نسبة كبيرة ممكن تسبب التهابات في المعدة، والتدخين أيضا بالإضافة إلى ذلك. هناك يعني أشخاص معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالقرحة طبعا، وهم يعني المصابين بمرض نادر يسمى يعني متلازمة زولنيجر. متلازمة زولنيجر ألسون، هذه المتلازمة خطيرة جدا. أي شخص فصيلة دمه أو حامل هذه الفصيلة ممكن ينتقل له أو يصير له المرض. طبعا الشخص يعاني من ألم في البطن، ويحدث يعني تقريبا الأعراض بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من الأكل المادة. أيضا الأعراض عدم الأكل لمدة معينة يعني ممكن يكون تفاوت بين أحد الوجبات، قد يعني تكون بوسط هذه الوجبات. أيضا ممكن يخف الألم عند تناول مضادات الحموضة أو الحليب أو يعني تقيء غثيان يحصل في الشخص. ممكن يحصل أيضا نقص في الوزن أو حرقة في الفؤاد أو ما يعرف يعني بشكل عام الاسترجاع المريئي للمواد الموجودة في المعدة إلى الحلق. أيضا ممكن يكون يعني في مصاحب خمول في الشخص، وقد يحدث يعني أشياء كثيرة مثل تقيء دم أو البراز بلون أسود لكن مثل الجار بشكل عام. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم في نصيحة بسيطة جدا في الدروس القادمة. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم في درس قادم.